السلام عليكم، كيف ما كتشوفوا معنا هذا هو ياسين شكداني. هذا الفيديو دارو خصيصا للمتتبعين ديالو في قناة اليوتيوب. بغينا هذا الفيديو الاخوان يتلونصا ويطلع لاكبر عدد من المشاهدات. ياسين شكداني هذا واحد شويه ديال كيفاش كيعيش، كيفاش كيمشي للدار ديالهم، كيفاش كيخرج للزنقه وكيجي بوحدو بدون مساعده حتى شي واحد، كيجي للدار ورغم كاينين بزاف ديال الديور. المهم الشارع هذا هو اللي كيجي منه ياسين. شوف راه كيدير الشارع، ها هو محفر ما بغاوش يصاوبوه، وهذا كيعاني منه ياسين بزاف. يعني الله يصبر له. ماشي مشكل اخويا ياسين. المهم نتايا كتحدى، انا ما كنعتبركش اخويا ياسين مكفوف، انا كنعتبرك يعني عقلك اوفيرت مفتوح، تبارك الله عليك خويا ياسين. وهذا الفيديو ده بغيت يشوفوا العالم والعالم يوصلوا للعالم. المهم ياسين شكداني ها هو امامكم. المهم الاخوان الكلمه ليك اخويا ياسين. مرحبا. المهم الاخوان المتتبعين تحياتي لكم. ومهم هذا الفيديو هذا غادي نديرو خصيصا ليا باش تعرفوا انني كيفاش كنمشي للدار. المهم ما غنستعمل لا لاكان لا حتى شي حاجه بدون مساعده اي انسان اخر. يعني غادي نمشي غير بوحدي وغادي نوصل للدار وبقاو معايا. المهم الاخوان ها هو ياسين، ها هو ياسين. الزنقه هي هذه، هو كيسكن في هذه الزنيقه هذه. المهم هو ياسين غيمشي عادي، ياسين غيمشي حتى للدار ديالهم. المهم هاد الديور الاخوان باش ما تعرفوا كلشي، هاد الديور ها هو ياسين. انا قدامي ياسين، ها هو ياسين غادي. كاينه واحد الحاجه وحده، ها هي واحد الدودان، ها هو فين هو، ها هو غادي يوصل عند الدودان وغادي يعرف الدودان راه كاين الدودان وكذا. ها هو طلع للدودان بوحدو. ها هو ياسين غادي. ها الديور الاخوان، ها هو واحد الباب، ها واحد الباب اخر. ها هو ياسين غادي، ها هما البيبان. ها ياسين غادي بدون مساعدة الكان، الحمد لله. المهم الاخوان بارطاجيو هذا الفيديو هذا يوصل لاكبر عدد ديال المشاهدين، اكبر عدد. والاخوان اللي وصلوا هذا الفيديو دير ابوني للاخ ياسين وتفاعلوا معاه في القناة ديالو، لان هذا الانسان هو اللي كيستاهل الدعم. خلينا من التفاهات والتراهات، حنا قربنا للدار السيف. تبارك الله عليك اخويا ياسين. الباب ديالهم هو هذا. لا ها الباب ديالهم، شوف سبحان الله العظيم. ها الباب. تبارك الله عليك اخويا ياسين، تبارك الله عليك اخويا ياسين. قول لي شي كلمه، كيفاش كتعرف ياسين، كيفاش كتعرف الدار بالضبط؟ المهم هذاك الشيء يعني كيكون محفوظ، احساس في هذا الدرب هذا كيكون محفوظ الحمد لله، وما كاين حتى شي مشكل مادام الله كينقسم واحد واحد الجهه كيزيد جهه اخرى. الحمد لله ميزه ربانيه مع الله عز وجل وشكرا. واش بغيتي تقول للمتتبعين ديالك والمشاهدين ديالك؟ اش نقول لهم هو انكم تزيدوا تتعلموا. الدراري تيشجعوا، الدراري هذو ولاد الدريبه تيشجعوا. تبارك الله عليكم الدراري. تساندونا في القناه ان شاء الله وتبارطاجيو لي لايك، وان شاء الله بغينا توصل واحد العدد كبير من المشتركين وشكرا. يلا خويا ياسين، شكرا ليك انت ياسين. مرحبا.